إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان المتابعين، تشوفوا معي في هذا المقطع هذا فين كيتواجد المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الحسيمة، مركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس اللي عطى الانطلاقة دياله بالعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بعد ما انتهت منه الأشغال على واحد مدة طويلة وهو كان يعني متوقف عن الخدمة. أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله باش يعطى الانطلاقة ديالو باش يعني يولي خدام يلبي الحاجية ديال المرضى والمواطنين ديال الجهة. الإخوان، هذا المركز الاستشفائي كيتواجد على الطريق الساحلي اللي كيربط ما بين الحسيمة والناظور. دابا الإخوان، أنا في الاتجاه، أنا جاي من اتجاه ديال الناظور غادي الاتجاه ديال الحسيمة، غنلقاو المركز الاستشفائي على اليسار. أنتم الإخوان المشاهدين غتشوفوا معايا هنايا، كما قلت لكم الإخوان، هذا المركز اللي تم البناء ديالو وانتهاء الأشغال ديالو واحد المدة طويلة، هو كان متوقف، كانت الناس والجهة في حاجة ماسة لهذا المركز الاستشفائي اللي إن شاء الله غيلبي الحاجيات ديال المرضى ديال هاد الجهة ديال تقريبا الناظور الحسيمة. كما كتشوفوا الإخوان المشاهدين، ملي كنكون جايين احنا دابا نوصلوا هاد الرومبا هادي، هذا هو المدخل ديال المركز الاستشفائي، هو هذا الإخوان، نوصلوا هاد الرومبا هادي هنايا اللي ندور على اليسار، هذا هو المدخل ديال المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة الحسيمة. وخارج الإخوان الحسيمة، ربما في أجدير، ربما المنطقة محسوبة على أجدير، هو هذا المركز الإخوان، مركز استشفائي كبير جدا. هو هذا الإخوان، فيه المستعجلات يعني، ها انتم تشوفوا الاخوان هنا، المركز للشفاء الاقليمي محمد السادس، مصحة المستعجلات هي هذه، دار الأمومة هي هذه ديال الولادة. وغادي تكملوا الطريق الاخوان، وملي تكونوا غاديين في الطريق تلاقوا مع الطريق اللي كتدينا في اتجاه ديال اتجاه ديال يعني تازة، طريق ديال تازة اللي كدين على كاسيطة الدريوش، للناس اللي غيمشيو للدريوش ميدار وتازة، والناس اللي غيمشيو للشاطئ ديال الصفيحة اللي غتشوفوها معنا ان شاء الله. تاهي نحاولوا نقربوا المشاهدين الكرام، الناس اللي جاوا لهنايا شوفوا ديك الجزيرة اللي كاينة قريبة للشاطئ الصفيحة. هانتوما الاخوان، دابا انا في اتجاه ديال منطقة ديال هاد الطرق، هادي الطريق الساحلي اتجاه ديال الناظور، وغادي نتلاقاو مع الطريق ديال تازة ديال كاسيطة تازة. ومن هنا الاخوان كما قلت لكم، هنا اللي بغا يمشي للشاطئ الصفيحة يدور على اليمين، يدوز الشاطئ، وكذلك كاين الطريق من الشاطئ اللي بغا يطلع لوسط المدينة ديال الحسيمة. تحية لجميع متتبعي قناة مناظير بلادي داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات، وما تنساوش الإخوان دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحية لكم جميعا أينما كنتم، خليكم الإخوان مع المقطع، خليكم على القناة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الجزيرة اللي كتشوفوها الإخوان المشاهدين، هادي باقا محتلة مستعمرة من طرف الإسبان،
هاد الإخوان راه قريب الشاطئ ديال الصفيحة اللي هنايا بمدينة الحسيمة. نتمنى يوم من الأيام ترجع إلى حضيرة الوطن إن شاء الله. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.